أزمات كتيرة جدا عدى بيها نادي الزمالك على الفترات اللي فاتت، إمتى تنتهي أزمة الزمالك وإيه الحل من وجهة نظرك؟ لا عارف يا كابتن سيف، السؤال ده بيتقال في كل، يعني من ساعة ما ربنا خلق نادي الزمالك. إمتى نادي الزمالك يخلص من أزماته؟ آه والله، يعني عندنا دايما نادي الزمالك في مشاكل، دايما دايما في مشاكل وصراعات يعني أنا حتى بقول إمتى نخلص من المشاكل والصراعات اللي موجودة في نادي الزمالك، ويبقى الزمالك يعني مرتاح على المستوى المادي ومفيش مشاكل موجودة، وعلى مستوى الإدارة تكون مستقرة. ففي اعتقادي السؤال ده احنا هنقوله كتير الفترات اللي جاية دي. هنقول أنه سؤال يعني إمتى نادي الزمالك يرتاح من أزمات والمشاكل والصراعات اللي موجودة في نادي الزمالك؟ إمتى يعني إمتى أقول نادي الزمالك ده فعلا الأمور مستقرة في نادي الزمالك؟ يعني اعتبر ان الموضوع بياخد خطوه خطوه، يعني الناس اي من الاسماء اللي بتمنى لها كل التوفيق اللي هينجحوا هيبتدوا يمشوا المشوار، ايه ثم ايه ثم ايه. والله اتمنى يا كابتن سيف، اتمنى ان يتحط برنامج كده او خطه تتعمل الخروج من ازمات نادي الزمالك. ايقاف القيد هو اول حل. اكيد مليون في الميه. الزمالك يعني في احتياج لكام لاعب يا كابتن؟ في احتياج لملاعب، لعيبه كتير. يعني كابتن مدحت عبادي امبارح قال لي ثلاثة بس. كابتن مدحت امبارح على الهواء قال لي كده. لا احنا محتاجين لعيبه كتير، يعني محتاجين على مستوى الهجوم. سيف جزيري مش مستقر ذهنيا مع النادي، عنده مشاكل كتيره، فيه مشاكل الفلوس برضو عامله ازمه مع اللعيبه اللي موجوده. عرفت ان في ابراهيم النضاي برضو في مشاكل برضو في الناحية المادية، فلازم المجلس اللي يجي ده لازم يكون عنده خطة سريعة، يعني خطة سريعة كده لدخل يعني الفلوس. انت من وجهة نظرك الزمالك محتاج كام لاعب؟ على المستوى الدفاع محتاجين لعيبة، سيرد باك محتاجين باك يمين، محتاجين حد مع فتوح اكيد مليون في المية، محتاجين ديفندرات، في طبعا تحت راسة الحربة برضو عاوزين، يعني محتاجين لعيبة. خمسة ستة سبعة محتاجين الأعداد دي، محتاج سبع ثمان لعيبة. سبع ثمان لعيبة. القماشة الحالية هي الأفضل لأن الزمالك تقدر تقدم أفضل من كده؟ لو اتعمل التشكيلة الصح، يعني اتعمل توليفة الصح. اللي هي مين؟ أنا بتكلم على مدرب، أنت معاك قماشة، أنت بتفصل أفكارك على القماشة دي. أنا عايز يا كابتن يديني نصايح. يعني التشكيلة الصح اللي هو مين؟ في حراسة المرمى مين؟ صبحي أو عواد أيا كان فيهم، يعني عندنا ناحية مين أفضل من مين فيهم؟ الاتنين يعني في المستوى واحد، يعني أنا شايف عواد وصبحي أنا شايف في مستوى واحد، يعني مش هقدر أقول لك صبحي الأول أو عواد الأول، الاتنين في مستوى واحد. الناحية اليمين أنت عندك في مستوى واحد جيد؟ يعني على فترات، يعني أنا ممكن ألاقي فترة صبحي عالي جدا وبعدين ألاقيه برضو في مستوى متذبذب، الاقي برضك عواد نفس الشيء، فالامور عندهم مش مستوى، مش يعني ايه زي ما تقول كده، مش واخدين مستوى ثابت على دايما. يعني الاربعه اللي ورا يعني لو الونش يرجع تاني يبقى قوه في الدفاع، حاجه محترمه جدا. ومحمود علاء موجود، في حمزه المسلوسي ناحيه اليمين، فتوح، في دونجا، ويلعب جنبه بقى ايا كان بقى رؤى او عمرو السيسي او دي، عندك زيزو، وعندك اوباما موجود، وعندك ابراهيم نضاي موجود، وسيف الجزيره او ناصر منسي مثلا. ده تقريبا. ما حطيتش شيكابالا في التشكيل ده؟ شيكابالا ممكن يكون تغييره كويسه يعني، لكن يعني ما يبتديش. ما انا شايف شيكابالا ما يبتديش، يعني تغييره كويسه برضك. عامل شيكابالا ما يقدرش يلعب 90 دقيقه. أنا شايف عامل السنة ممكن يلعب مثلا شوط 30 دقيقة يقدم بشكل كويس. يعني يقدر يكمل كام موسم شيكابالا من وجهة نظر حضرتك؟ شيكابالا هو اللي يقرر الكلام ده. لا يعني فنيا أنا ممكن على الموسم الجاي مثلا، ممكن موسم كمان الموسم الجاي. هل في كابتن فريق بديل لشيكابالا في الزمالك؟ دلوقتي أنا شايف الونش. الونش شايفه في عمر جابر، بس الونش شايفه اللي هو قائد اكتر يعني.
عمر جابر ما حطيتوش في التشكيله، مش شايف ان هو في افضل حالاته؟ عمر برضو مستواه يعني في اول السنه لما كان موجود كان برضو مستوى متذبذب برضو، يعني ما كانش احسن حاجه يعني. كان في نص الملعب كان افضل، يعني احنا حطينا دونجا وحطينا رؤى وعمرو السيسي ويجي معاهم عمر جابر، يعني ايا كان الاثنين يعني.